ثلاثة ديال الأطباء مشيت عندهم أنا رغبتهم شخصيا، هما كيدوزو بالفلوس، كيدوزو ب 200 حتى 250 درهم، رغبتهم باش يدوزو لكم 18 واحد اليوم غادا دوز عندهم خلال شهر 6 و7 و8، تفقت معاهم على أساس أن كل طبيب غادي يشوف جوج ديال المرضى في الشهر مدة 3 شهور، يعني اليوم غادي يكون 18 واحد اللي غادوز على عينيه. حنا كنعرفو الأهمية ديال تدويزات العينين عند الناس ديال الصفا، مهمة بزاف. كنصحوك ديروا له علامات الفكره ديال السكر، خصك تمشي دير تكليف.
دونك هادو هما العلامات. بعد ما عرفت الانسان كيف ينقص في الوزن وكيف الجوع، دونك هاد العلامات عقلوا عليهم، خصوصا شريط الماء بزاف والتبول بزاف خصوصا بالليل. تيبان كيقول لك الانسان تيبيت القرعه ديال الماء حدا راسو وغادي يجي الطوارئ، عارف راه هاد السيد هذا خصو يدير تحليل السكر لانه ممكن يكون فيه السكر. دونك شكون هما الناس اللي خصهم يديروا تحليل السكر؟ شكون هما؟ هما الناس اللي عندهم فوق 40 عام، هما الناس اللي عندهم سمنه غلط، هما الناس اللي عندهم السوت والكرش، هما الناس اللي عندهم ما كيتحركوش، لا جالس ما كيدير لا رياضه ما كيتمشى ما والو، هما والمراه الحامل خصوصا في الست شهور الاولى تاع المراه كتكون خاصها فيها تحليل السكر. والسكر راه مرض وراثي، السكر النوع الثاني مرض وراثي، يعني إذا كان فيا أنا السكر أنا عندي 40 عام ولا 45 عام خاصني ننصح خويا وأختي ممكن أن كاع العائلة يكون فيهم السكر، لأن كاين عامل الوراثة ماشي 100% وإنما كاين عامل الوراثة. ألوغ هضرت لك أن كاين السكر الأولاني، النوع الأول اللي كيحتاج الأنسولين، وكاين النوع الثاني اللي كيحتاج الباسيات. دونك كيفاش غنديرو نراقبو السكر؟ دابا حنا لقينا راسنا فيها السكر، هادشي ما كتبش الله، عمك كان فيه ولا خالك كان فيه ولا سميتو، هادشي جاك السكر، كيفاش غادي تراقبو؟ كاينة المراقبة الذاتية، يعني خصني نراقب راسي، باش التحاليل ديال السكر، يا يعني إما إلا كنت كندير الأنسولين، راه يقدر الطبيب يعطيني حتى 6 ديال التحاليل في النهار، باش نشوف السكر ديالي كيفاش كيكون قبل الماكلة وساعتين من مور الماكلة. وإذا كان النوع الثاني، النوع الثاني ما كيديروش تحاليل بزاف، يعني نقدروا نعطيهم واحد جوج حتى ثلاثة تحليلات في الأسبوع، الناس اللي كيديروا الباستيات، أما الناس اللي كدير الأنسولين راه خصهم يحلوا بزاف المرات، يعني خاص المراقبة الذاتية. زين، وكاين المراقبة خاصة السكر، ألوغ الخزان ديال السكر راه شحال واحد كينسى السكر ديالو حتى كيجي رمضان عاد كيتشكر تقول له خصني نمشي نشوف عاوتاني باش يقول لي واش نصوم ولا ما نصومش. لا، راه السكر كيتراقب كل 3 شهور، كل 3 شهور خصني ندير تحليله ديال الخزان، ماشي مرة في العام ولا مرة في عامين، 3 شهور 3 شهور نمشي نشوف الخزان، حيت الخزان صافي عافاك وقف لأن غيبقى داخل خارج غادي يجي عندك ديرونجي، صافي وقفوا ما يخوفوش. حيت ملي كندير التحليله ديال الصباح اللي كنديرها في الدير كتعطيني السكر ديال ديك الساعه، راه من مور الفطور غيولي سكر واحد اخر غيطلع، من مور الغدا غيولي شكل اخر، في العشاء غيولي شكل اخر، ولكن الخزان لا، الخزان غيعطيني السكر ديال 3 شهور اللي فاتت كامله، وغادي يقول لي واش السكر ديالك متوازن ولا ما متوازنش. داكوغ، دونك تحليله السكر 3 شهور علاش خاصنا نديروها؟ ماشي 4 شهور. بعض المرات كنلقاو الناس اللي عندهم الخزان طالع كنقدروا نعاودوا لهم على شهرين. اللي عنده السكر مقاد والخزان شحال خصو يكون؟ 7 ما يفوتش 7. إلا لقيناه 7 لتحت كنقولوا له رجع لنا على 3 شهور باش نعاودوا نشوفوا السكر ديالو. ولكن إلا لقيناه طالع كنديروا معاه على شهرين باش نعاودوا نشوفوا الخزان ديالو فين وصل. دونك إلا كان مزيان 3 شهور، إلا كان طالع شهرين كنشوفو. أورقم شحال اللي عندك؟ كتعرف الأرقام. دونك الناس قلب من 7 مزيان، ما بين 7 و 8 تنقولو مقبول، ما بينش، ما بين الخزان ما بين 7 و 8 ما بينش، فوق 8 ما مزيانش. دونك فوق 8 خاص الإنسان يمشي للقرية ديالو باش يدير إعادة النظر في الخطة العلاجية ديالو، هاد التواليت اللي استعمل ولا هاد ولا السيد مابقاش كيدير ريجيم ولا مكياخدش الوقت فكياخد الوقت ديالو، دونك خصو يشوف الطبيب ديالو علاش خاصه طلع معاه، يشوف واش يزيد له الدواء ولا لا. وهاد التحليلة ديال السكر راكم كتعرفوها، ماشي إلا بدا ديرها وانت جيعان، ممكن ديرها وانت واكل، علاش كنت غتعطينا الخزان ديال 3 شهور؟ ملي كتجيبو لنا التحليله ديال الخزان كتشوفو عندكم كل خزان شحال كيسوى. الخزان 6% كيسوى غرام 20، 7
50 8% غرام وثماني اخر خزان درتي اخر خزان درتي العيون
خاص الانسان تلقى غير عيال طيرة في الرمية راه كتسيد ما كتبقاش تشوف مزيان تجاه البابا لعينيها الدوخة العرق راه البنت قالت العرق الشحم شفت واحد ديال غير هكا انت ما كتعرفش مالو هو راه طايح لي السكر هو ديال غير هكا والطيرة في السلوك راه شحال من واحد كيتقلق وكيتعصب ويقدر يدابس حيت طاح له السكر هو راه ما عارفش السكر راه طايح كيتقلق ويتعصب دونك يكون عنده الطيرة في السلوك منين تشوفهم هاد العلامات عقل عارف راه السكر طايح دونك شنو خصنا نديرو ملي طاح ليا السكر اول حاجه خصني ندير الحاجه اللي كنت كندير خصني نوقفها كنت كنتمشى خصني نجلس كنت واقف خصني نجلس كنت كنصبر خصني نجلس كنت كنغسل الماء خصني نجلس يعني خصني نتوقف على ديك الحركه لان ما حد اللي كنتحرك وما حد السكر اللي زيد طايح دونك خصني نرتاح نرتاح ثلاثه ديال الطوبات ديال السكر في كاس الماء صغير نحرك ولا ثلاثه ديال المعلقات ديال السنيده الصغار نحرك في الماء ونعتق راسي ما كنسكر اي حاجه لقيتها سائله نعتق بها راسي كاس ديال كوكا كاس ديال دانا كاس ديال ريبي كي كان عندي حدايا قريب ليا التمر غيتعطل خصك تندهو باش يوصل باش غيتعطل العسل غيتعطل اللي تعتقوا به راسكم هو الماء والسكر الماء والسكر اجاوب انت أو الناس اللي كدير الانسولين شكون اللي كيدير الانسولين هنايا مثلا تبع هذا ماكسكا ما يمكنش تعرف راسك واش طاح لك السكر ولا لا حيت انت ما هش معاك لابارات وتصور دابا تشوف شي واحد فيكم يطيح له السكر نبقاو نتجرى نقلبو على السكر خصو يكون في جيبي ثلاثة ديال الطوبات يكونوا عندي في جيبي غنحس براسي طاح لي السكر بدات ديك الرعادة والضبابة على عيني داكشي ثلاثة ديال الطوبات السكر فويز الماء ونعتق راه حيت راه المخ إلا ما وصلوش السكر راه كيدير أدي عندنا مشاكل يقدر الإنسان يمشي لغيبوبة علاش حيت طاح له السكر خصو يقدر يمشي لغيبوبة دونك خصو يكون عندي طوبات ديال السكر المتعرفات اللي تهضرنا عليهم عينين وكلاوي وسرق ورجلي قلنا بان السكر يقدر يأذي العينين دونك شنو خصنا نديرو خصنا نشوفو طبيب العيني على الاقل مره في العام علاش غنمشي نشوف انا طبيب العيني علاش علاش اللي درنا لكم هذا القرعه باش على الاقل واحد 18 واحد تستافد تحليلة ديال السكر علاش غنمشي عند طبيب العين باش كيشخص ليا واش عيني تقاصت الشبكة ديال العين تقاصت بالسكر ولا ما تقاصتش كاينين ملي تيقلب في طبيب العيني ملي تيقلب في طبيب العيني تشوف الشبكة ديالك إلا كانت الشبكة يلا بدات كتقاص تيقول لك راه ديال خصك يتقاد السكر ديالك الا كانت السكر الا كانت الشبكه تقاصت بزاف شنو كديرو لازم كيديرو لازم دونك حنا شدنا شي لازم حنا نقادو السكر ديالنا نراقبوه والخزان نجيبو سبعه ما نوصلوش على اللازم صافي امر هذا دونك شفنا العيني نشوفو لا ما بقاش دخل هنا عقل صديرو صافي تما كيبقاو الناس اللي بغاو يتوقف انا ما غاديش نبقى حنا درنا المحاضره في الخمسه يعني ما جاش الخمسه راه ما خصوش يدخل كاع الوغ بالنسبه للعينين واضحه ياك مره في العام غتمشيو عند طبيب العينين تشوفوا عينيكم بالنسبه للكلاوي بالنسبه للكلاوي مره في العام خاصني ندير تحليل الكلاوي وحده ديال الدم وحده ديال البوله باش نشوف واش راهم الكلاوي بداو كيتقاسوا علاش حيت الا بداو كيتقاسوا خاصني نعطي ادويه اللي توقف الا ما بداوش كيتقاسوا باقي مزيانين على عام نعاود تحليله ديال السكر
فهما كلاوي دونك وحده ديال الدم وحده ديال البوله مره في العام. علاش هذا الشيء كامل؟ باش ما نوصلوش للفشل الكلوي اللي هو فين كيمشي لهم الفشل الكلوي دياليز. الناس اللي في دياليز دابا راه كثر من نصف فيهم السكر، راه اول سبب ديال دياليز هو السكر. دونك حنا خصنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نراقبو السكر ديالنا ونديرو تحليلة ديال الدم. راه كنعطيكم ديرو هذه ديال الكلاوي مرة في العام كديروها باش نشوفو واش تقاسو الكلاوي ولا لا. باش إلا تقاسو كنعطيو أدوية اللي توقف. القلب مرة في العام عاوتاني خاصني نمشي نشوف طبيب القلب، ولا على الأقل إلا ما عنديش الإمكانية باش نشوف طبيب القلب ندير تخطيط للقلب. ندير تخطيط للقلب مرة في العام. وشنو هما الحوايج اخرين اللي ممكن يعادوا ليا القلب ديالي؟ هو الطونسيون، هو الكوليسترول. دونك خاصني نراقب هادو تا هما. راه لاحظتو ملي كتجيو عندي راه ما كنشوفش غير السكر، راه كنعطيكم ديروا تحاليل الكوليسترول، كنشوف ليكم الطونسيون. الطونسيون خصو يكون عندكم قل من 14. علاش؟ باش ما الطونسيون زائد الكوليسترول زائد السكر كارثه بالنسبه للشرايين والقلب والشرايين والكلاوي والعينين، كلهم تياكلوا الطاقه بعد ثلاثه. هاد الدواء اللي درنا المرة اللي فاتت هضرت عليهم بثلاثة، كوليسترول، طونسيون، والسكر. دونك خاصني ما ننساش الكوليسترول. والكوليسترول ماشي بوحدو واحد، الكوليسترول راه عندي التحليلات، الكوليسترول العام، الكوليسترول المزيان، والكوليسترول الضار الخايب، والتريكليسيرين. راه واحد النوع اخر ديال الشحمه سميتو التريكليسيرين، والدراسات المؤخرة بينت بأن هاد التريكليسيرين هو عامل من عوامل الخطوره ديال القلب والشرايين. دونك المشكل اللي كاين هو ان الناس اللي عندها الرامي كيعطيهم يديروا تحليل الكوليسترول ما كيديروهمش بربعه. علاش؟ لان في السبيطار ما عندهمش بربعه، عندهم غير جوج، عندهم غير التريكليسيرين والكوليسترول العام. حنا خلاتنا نجيبو في الجمعيه عندنا تحليلات بربعه بهم. هاد التحليلات اللي كيديروا 250 درهم في لابوراتوار في الجمعيه عندنا كنديروهم 100 درهم. غير خص الانسان يجي عنده في الصباح. دونك كنديرو تحليلات بربعة ديال الدم، الكوليسترول العام، النافع، الضار، والتريكليسيريد كلهم 100 درهم. دونك بعض المرات الإنسان إلا كان عنده السكر مبقاتش مزيان، الطونسيو مبقاش يتقاد، بعض المرات كنعطيو واحد أسبيرين. ياك كي اللي عنده عاد كياخد أسبيرين هنا، فهمت؟ كتاخدو الأسبيرين واحد كان واحد بصية راه مقطوعة هاد الأيامات. بعض المرات كنضطرو نعطيوها للإنسان باش ما يديرش مشكل في القلب والشرايين. حاجة حاجة الحاجة أحمد درتي تحليل الكوليسترول ولا ما درتيهاش؟ دايرة تحليل الكوليسترول ولا لا؟ حاجة درتيها جالسة نهار الاثنين. دونك خاص كلشي اللي ما دايرش تحليل الكوليسترول خصو مرة في العام، مرة في العام ديرو تحليل الكوليسترول ديال الكلاوي. كاينة في الجمعيات البصيرة عليك بصيرة دوز ألوغ. باش نحافظو على صحتنا في كمرة برضا ديال السكر خاصنا ثلاثة الحوايج: الريجيم، الرياضة، والدواء. الرياضة دوز الرياضة ما تسمعوش الرياضة حتى تمشي تجري. الرياضة خاصها تكون بانتظام وتكون بشوية، وإلا كنت شحال هادي ما تحركت خاصني غدا نمشي غير نتمشى شوية. إي بشوية عليا دوز عاوتاني واحد يومين نمشي نكسيري شي شوية نزيد، وأنا غادي حتى ناخد الريتم. ماشي شحال هادي ما تحركت ونمشي غدا نجري، تقدر طيح في بلاصتك. دونك ديما تنقولو الرياضة حسب خطورات الإنسان. كاين اللي يقدر يدخل لاصال ويتريني ثلاثة مرات في السيمانة، كاين اللي خصو كاين اللي غيمشي غير يتمشى واحد ربع ساعة تلت ولا ساعة في النهار. حنا اللي كنصحو به منظمة الصحة العالمية كتقول الناس اللي فيهم السكر خصهم يتمشاو 150 دقيقة في الأسبوع. نقسموها لكم على النهار، غنتمشى ما بين 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، يعني الساعة المدنة المشي في النهار، ولا نهارية ونهار لا، ولا خمس ايام في الاسبوع. شوف مسهلين عليكم الامور، تقولوا شكون نوضوا ترينو في الصباح كل صباح، لا على حسب الامكانيات ديالك، مهما تحركتي مهما مزيان. وديما
ما ننساوش ملي غنمشي ندير رياضه رجع ملي غنمشي ندير رياضه خاصني نمشي واحد الريتم 5 ديال 10 دقائق وانا غادي بريتم شويه ثقيل شويه نسالي 10 دقائق كثير نزيد مشيت ولا عندي هلوله في المشيه ديالي يعني كنتمشى بجد ومنين نسالي ديك 10 دقائق الثانيه 10 دقائق الثانيه رجع داك الريتم ديال شويه يعني في الاول غنمشي بشويه وغنزيد في الريتم ومن بعد عاوتاني غنرجع الريتم الاولاني نمشي بشويه وما ننساش نعبر السكر قبل ما نمشي ندير الرياضه وما ننساش نعبر السكر منين نجي من الرياضه لان يقدر يطيح السكر بزاف وانا ما نعرفش به درنا الرياضه شنو بدا الثانيه نظام غذائي شنو خصنا ناكلو شنو ما خصناش ناكلو الاخ ديال اللي ما خصهاش تخاف راه معروف كنا واحد في التور المشروبات الغازيه المولاده العصيرات اللي في الكارطون السكر العسل الكونفيتور ما يقولش لي شي واحد عسل حر ولا شي حاجه باقي لا حر لا والو فيه السكر كاين غير يطلع السكر الصنع كاين الاغذيه الواجب الحد منها اللي ما خصهاش نكثروا منها بحال الزيوت بحال المواد الدهنية أو جينيرال بصفة عامة المواد الدهنية اللي صالحة لنا هي المواد الدهنية النباتية هي اللي ما فيهاش الكوليسترول بحالهاش بحال الزيت البلدية ما كاينش ما أحسن من الزيت البلدية ما نفوتوش جوج حتى ثلاثة المعالق ديال الزيت البلدية في النهار ونحاول ناكلوها كل نهار لأن راه الدواء ماشي الزيت البلدية الدواء معلقة نفطر بها معلقة نديرها في الشنيضة ديالي معلقه حتى داك الطاجين عاد تخلو عليه واحد معلقه كبيره زيت العود نوصيكم شي ناس اللي كتاخذ داك كارت الاسبرين هذيك الاسبرين اللي على كبيره راه بحال كتاخذ زيت البنزين ولا زيت ارغان ولا زيت نوار الشمس هادو هما اللي مزيان دونك بالنسبه للحوم كيما تنقول لكم الحوت راه العيش عندكم الزهر عندكم الحوت وعندكم السردين غنية بالسمك راه الناس كيقلبوا عليه الدواء ما لقاوش حنا عندنا الحمد لله هنا شحال واصل دابا 20 25 20 درهم رخيص مرة نديرو مرة نديرو غير ما تخليوش القلية لا مرة شوي مرة نديرو طاجين مرة نديرو كفتة كواري مزيان دير ثلاثة حتى أربعة المرات في الأسبوع نديرها كلها حوت واحد النهار ندير دجاج واحد النهار ندير اللحم غير اللحم ما نديرش الغنمي ندير البقري ونقي من الشحم واحد النهار ندير الدجاج عاوتاني نزول له الشده لان الشده هي فيها الدهنيات البيض جوج المرات في الاسبوع ما تفوتوهمش ويكون مسلوق ما يكونش مقلوب الحليب ممكن ناخذ كاس الحليب في النهار ولا كاس ديال البرد ولا كاس ديال دار المصوص ولا شويه فرماج الحليب والمشتقات ديالو ما كاين حتى مشكل الريجيم ديال صحاب السكر ما خايبش راه زوين فاش بحال هذا عطيتكم كلشي الحوت الحار الدجاج الخضر الفروزه حنا نشوفوها ماشي الخبز خبز الزرع النخاله ديما تنقولها ونعاودها زيدوا فيه النخاله ولا الشعير صافي الخبز الابيض فارس يا الكوبي راه كارثه هذيك المره راه عيانه مسكينه عطيوها ثلاث ساعات الخبز ديال الزرع النخالة ولا الخبز ديال الشعير الفواكه بيان سور تاخذوا اللي تشين تاخذوا المندرين تاخذوا التفاح تاخذوا اللينكاس ما تاخذوش البنان العنب والكرموس ناخذوا التلاح ملي يدخل التلاح ناخذ طريف ماشي جوج طريف الا خديت جوج يطلع واحد ما يطلعش بطيخ نفس الشيء ناخذ طريف ديال البطيخ مزيان ناخذ جوج يطلع وديما بالنسبه للناس اللي كاتبين اللي فيهم السكر عفاكم بالنسبه للناس اللي فيهم السكر من الاحسن ياخذوا الفروته من مور الماكله الناس اللي ما عندهمش السكر ياخذوا بعيد على الماكله ولكن الناس اللي فيهم السكر يساري حيت علاش باش الفروته ملي تهبط المعده تلقى المعده عامره ما يدوش السكر ديالها اللي يطلع من السكر بالعكس الفواكه الناس بزاف مساكن حارمه راسها في الفروته
دونك الفروت راه فيتامينات واملاح معدنيه، علاش كتحرموا راسكم منها؟ حيت كتذوقوها كتلقاوها حلوه، هذيك فيها الفريكتوز مزيان، غير ما كثرش. تفاحه وحده، الوجبه الاخرى ناخذ دينكازا، في الصباح ناخذ تشينه، عندي الحق ناخذ ثلاثه الفروتات في النهار، وحده في الفطور، وحده في الغداء، وحده في العشاء. شنو اللي ما غناخذوش؟ الدعاق العيال. بنان والكرموس والعين، ثلاثه. هذا الخضر، الخضر ناكلوه كامله. ما تخافوش من الخضر، الفلفله، الخيار، الخاص، الباذنجان، اللوبيا خضراء، مطيشة، قرعه خضراء، الخاص، الفشل، كل شيء هادشي ناخذوه بالكمية اللي بغينا، ما تخافوش. عندنا جبانة وخيزو والبربة، ما نفوتوش ثلاثة المرات في الأسبوع. ناكلوهم ماشي ما ناكلوهمش، مزيانين، غير ما نكثروش منهم، ولا درتها واحد المرة ولا جوج مرات في السيمانة ماشي مشكل. المشروبات فيها سر اتاي وقهوة ممكن تاخذوهم، اللي فيه التونسيون من الحسن ما ياخذش قهوة، اللي فايت كي ياخذها صعيب عليه باش يقطع، انا عارفها، دونك ياخذ واحد كويس في النهار ماشي مشكل. النظافة اون جينيرال بصفة عامة خصني نتهلا في الجسم ديالي، خاصني ما ندخنش، ما نكميش، ما نشربش الكحول، ننظف السنان ديالي باش متجيش بروسادور فين يا عزيزة؟ مجاش شي تادي السنان وشي كي بروسي السنان ديالو ما كان لا انا لا كنعتقد باش تشبع باش تشبع السنان ما كنعتقدش السنان ديالكم على الاقل جوج مرات في النهار، على الاقل جوج مرات في النهار خاص عاد خاصكم نسيمة ياك نسيم شي نسيمة انا عارفكم نسيمة ما تنساوش شوفوا علاش انا نقول لكم علاش لان راه السنان ديال مالي السكر حنا دوينا على مالي السكر كتكون عندنا المناعه ضعيفه شويه دونك كيديروا مشاكل في السنان كثيره ومشاكل السنان ممكن تؤدي الميكروب كيهبط حتى للقلب دونك خاصنا نشيتو السنان ديالنا جوج مرات في النهار ورا الماكله نتهلا في الجلد ديالي ونغسل يديا ورجليا بزاف رجلي الرجلين يتغسلوا كل نهار ماشي مرة في السمانة ولا مرة في السمانة كل نهار 10 خصو يتغسلوا كل نهار خاص تكون عندي التقشيرة كل نهار مبدلة علاش دابا العياز بزاف كتهلاو في يديكم ديروا الكريم وتهلاو في وجهكم ديروا الكريم ورجلين بزاف كتنساوهم ورجلين هما اللي هازينكم نهار كامل هما اللي كيدوروا بكم دونك خاصك على الاقل في العشيه كنجيب داك البانيو ديال الماء ياك كندير فيه شنو مليحه فيه الخزامه ما يكون دافي مع الكيسوش انا عيط لشي حد فلان الكيسو لان الا قصو انا الحاسه كتكون عندي ناقصه يقدر يكون طيب ونخشي فيه رجليه كنطلعها بلا جلده خاصني ندير الماء دافي وندير شويه الملحه شويه الخزامه ونخليها رجيلتي واحد 15 دقيقه ومن نسالي نشف ما نخليش الماء في رجليا خصني نشف خصوصا بين الصبعين ملي نسالي ونشف كنجبد واحد الكريمه كنتهلا بهاد رجلي اللي داروا نهار كامل ما كيضربوا بيا كندير لهم واحد الماساج كندير لهم واحد هيدراتاسيون بعدا كنغسلهم بالصابون وماشي اي صابون كاين الصابون اللي ضد البكتيريا بحال هذا اللي في الجمعيه ولا الصابون اللي ما فيهش ريحه داك الصابون الكف ولا الصابون مارسي هادوك ما فيهمش الريحه ما ديروش الصابون اللي فيه ريحه صابون خصو يكون نوتر ولا ضد البكتيريا ملي كنسالي كنشفو عندي شويه الامكانيات كندير استعدادات الكاريوتي ما كاينش احسن منها باش كنرطب رجليا ما نبقاوش ناشفين وكندير لهم واحد الماساج شويه ولا ما عنديش الامكانيات حيت هاد الصدر الكاريتي غاليه راه كدير 117 درهم في الجمعيه كتبيعها عزيزه ب 89 ولا كندير كريمه فازلين ياك فازلين ما ديروش في 70 ديروها غير فوق رجليكم وتحت رجليكم ولا عاوتاني اللي بغا يتهلا في رجلي زيت اركان الويل داركان زيت اركان حتى هي ممكن ديرها
يفتيه شويه ونمسد رجلاتي باش ما يبقاوش ناشفين ليا. علاش؟ علاش كندير هادشي كامل باش الرجلين ما ينشفوش؟ حيت اللي كينشفوش كيوقع راه كيتشقوا، وملي كيتشقوا كيوقع تما فين كيدخل الميكروب كيعجبو تما، وهنا باش كيبدا المشكل كبير ديال رجلين. باش واحد كيبان لكم تقطعات له رجله ولا شي حاجه، راه ماشي حيت ضرباتو شي حاجه ولا واحد دخل فيه بشي موز، راه غير جرحه كانت صغيره ما عالجهاش وبقات حتى تعفنت حتى كطلع كيولي كيولي في الطفق تاع رجلي. دونك خاصني رجليا نتهور فيهم زيد. ملي بغيت نمشي نشري الصباط خصو الصباط يكون رطب، ولان عندك الجلدة اللي كتكون داخل تكون رطبة ما تنحطش على رجلي على قاصحة. والصباط نشري في الاخر النهار ما نشريش في الصباح، الاخر النهار كتكون رجلي في نفخات. ومن الاحسن نشري نمرة زايدة الا كان لبس 39 لبس 40، ما خصنيش نلبس الصباط مزير ويكون ديال الجلد. ما تمشاش حفيان، واخا في الدار ما تمشاش حفيان. علاش؟ لان الا تمشيت حفيان ممكن تكا شي حاجه وما نحسش فيها، لان الحاسه ديال رجلي كتكون ناقصه، ممكن تجرح رجلي وما نديهاش فيها وتعفن ولي في مشكل كبير. ما تقربش رجليا شي حاجه سخونه، ملي تيكون البرد كتجيبو شي حاجه سخونه وتحطو على رجليكم صعيبه تقدر تحرق بلا ما تشعر، لان الحاسه كتكون ناقصه. ملي نبغي نقطع الطفراي ديالي نقطعهم هكا هكا في الجناب، لا في الجناب ديال المبرد ديال الثوب ولا ديال الكارطون، عرفتوا داك المبرد؟ ما نديرش الحديد، نقدر نقيس فيه اللحم ديال السبعين ديالي. دونك نقطع الطفراي وفي الجناب ندير المبرد ديال الكارطون. دونك في الاخر حاس على تدليك القدمين، مساج ما فيها باس، تعرفوا ديروا مساج مساج صغير ماشي ديال الطيران، ديال مساج. المهم نمسك رجلاتي هكا بشويه بشويه باش يدوز لهم داك الدم، الدوره الدمويه دوز لهم مزيان. كاين السكري ديال الحمل، السكري ديال الحمل كنا هضرنا عليه وقلنا بان راه علاش كان علاش كنقولوا للناس اللي فيهم اللي حامل المرا الحامله خاصها تمشي دير تحليل السكر، غادي تحليل السكر في البدايه باش يلاه حملت وتعاود تحليلها ست شهور. علاش؟ لان ممكن السكري يؤدي الجميع ويخرج بالتشوهات ولا يموت ضعفه، هادشي علاش خص الانسان يدير تحليل السكر في البدايه وفي ست شهور. هذا رمضان، حنا وصلنا للصوم ديال الموضوع ديالنا اليوم ديال رمضان والسكري، كيفاش غادي نديرو صوم؟ كاين حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول صوموا تصحوا، والصيام كيف غادي نشوفوا مع الاستاذ عنده فوائد كثيرة خاصنا نستافدوا منه، ما خصناش نشوفوا كعيب علينا، خصنا نستافدوا منه. هذه فرصة فين نرتاحوا شوية الأمعاء ديالنا وفين، ولكن كاين الناس اللي غتصوم وكاين الناس اللي ما غتصومش، كاين الناس اللي غتناقشوا معاهم كاين الناس اللي ما غتناقشوش معاهم، غتصومش يعني ما تصومش، كاين الناس اللي غنقول لهم أنت خاصك تصوم ما عندكش علاش تفطر، حنا نشوفهم كاملين. الناس اللي ما خصهمش يصبحوا اللي ما خصهمش يصوموا دقة، ممكن أي واحد فيكم يكون منهم. الأولى الناس اللي كدير الأنسولين هكذا، الناس اللي كدير الأنسولين ما خصهاش تصوم. ثانيا الناس اللي عندهم مضاعفات مزمنة، الناس اللي تقاسلم عينيهم ممنوع يصوم، اللي تقاسلو عيني وكيدير اللازر ممنوع يصوم غيزيد يكمل عليهم، الناس اللي تقاسلو الكلاوي، والناس اللي عندهم مضاعفات ديال السكري ما خصهمش يصوموا. اللي عنده السكر زائد الطونسيون ما بغاش يتقاد ليه ما خصوش يصوم. الناس اللي عندهم السكري وامراض الكبد، الناس اللي عندهم السكر وامراض الجهاز الهضمي اللي عنده تقرحات في المعده والسكر ما خصوش يصوم. الناس اللي عندهم مرض النقرس، مرض النقرس هو ذاك المرض اللي كيجي في الصبع كبير، فهذاك هو ما خصهمش يصوموا. السكري زائد النقرس ما خصوش يصوم. والمرأة الحاملة اللي فيها السكر ما خصهاش تصوم، والمرأة اللي فيها السكر وكثر الضغط ما خصهاش تصوم. سالينا مع هادو ومراها خاصنا ديما تاكلها، خاصنا قبل ما يجي رمضان انا كنقيس مثلا في السكر خاصني واحد الشهرين قبل نمشي نشوف قبل شهرين قبل، ماشي تلقى رمضان يومين ثلاثة معاك ما غادي كنشوف. علاش؟ باش نشوف معاك شنو غادي ندير،
خاصني نراقب قبل رمضان ونراقب في وسط رمضان ومنين يسالي رمضان خاصني نراقب السكر ديالي لان فتره مهمه بزاف. زيد علاش؟ علاش خصني نمشي عند الطبيب ديالي قبل رمضان؟ باش هو كيحط لي في واحد الخانه كيقول واش هاد السيد هذا الى صاب كيشكل عليه خطوره، كاينه خطوره متوسطه وما كايناش خطوره. بفضل هاد الطابلو ديريكت انا كنشوف واش هاد الانسان عليه خطوره باش يصوم ولا ما عليهش خطوره باش يصوم، والخطوره واش كثيره ولا قليله. اول حاجه كنشوف الفتره اللي جا فيها السكر، واش راه جا في الشتاء وفي الخريف كيجينا كيجينا رمضان ما صوموش بزاف، ماشي مشكل، يقدر الانسان يصوم، لا عنده باستيات تقدر تضرب لا تقدر يصوم، هنا الخطر تكون قليل، ولكن الا جانا السكر في الصيف الخطر تكون صعيب، كاين خطر ديال الجيب، خصو يشرب الماء. كنشوفو النوع ديال السكري، النوع السكري الثاني اللي يحتاج الباستيات ماشي هو اللي كيحتاج الانسولين. تنشوفو العمل، واحد الانسان خدام في بيرو شاد ورقة وستيلو تيكتب ماشي بحال واحد خدام في البني كضرب فيه الشمس نهار كامل. كنشوفو طبيعة العمل ديالو، كنشوفو استقلالية الذات، واش هاد السيد هذا كيقدر يدير امتحان لراسو، كيقدر ياكل راسو، ولا شي واحد اللي معندوش استقلالية، يعني كيعاون على دارو على مراتو على ولادو في كلشي. كنشوفو نوعية الأدوية اللي عندو، واش كياخد الباستيات الغلط ولا الباستيات الغلط ولا بجوجهم ولا الأنسولين. كل واحد إلا كان كياخد الباستيات راه الخطر قليل، إلا كان كياخد الباستيات ديال الأنسولين الخطر كبير. إلا كان عنده أدوية وحدة أخرى كياخد السكر زائد أدوية وحدة أخرى خاصنا نشوفوهم شناهما. خاصنا نشوفو شحال كياخد ديال الدواء، الإنسان ملي تيولي يوصل لربعة ديال الدوايات في النهار مكيبداش يصوم، كيف غادي يلم الفرق وما ضرب عاد؟ كنشوفو واش عندو شي أمراض وحدة أخرى، واش عندو الطونسيون، واش عندو الكوليسترول طالع، حنا نشوفو بأن الكوليسترول كيطلع في رمضان بزاف، وكنشوفو الخزان ديالو، إلا عندو خزان قل من 8 غتطلب من يصوم، نشوف معاه. ولكن إلا عندو خزان فوق 9 الخطر كبير باش يصوم هاد السيد، خاص الخزان يكون عندو قل من 8. واش عندو لابارايت سكر ولا ما عندوش؟ حيت أنا قلتي لي بغيت نصوم، أنا كناخد الباستيات وباغي نصوم، ولكن إلا ما عنديش باش نحلل السكر ديالو، خاصني باش نحلو، واش يقدر شي واحد يصوم وهو عيني مغمضين؟ مايمكنش. خاصني نحلل السكر على الأقل 2 مرات في النهار باش نشوف السكر ديالي فين غادي، نعبر في 12 في النهار نشوف السكر، وإذا كان عندي السكر قل من 0.70 خصني نفطر لأن نقدر نطيح في غيبوبة، وإذا كان عندي السكر بين 2 ونص خصني نفطر، ونفس الشيء غنعاودو في 6 د العشية على الأقل 2 مرات في النهار نعبر السكر ديالي بغيت نصوم. أما إذا قال لي الطبيب فطر مكيداش. وواحد التحليلة غادي نعبر غير كونساي غير كونساي، وبعض المرات كنعطيو الإنسان يعبر حتى من مور الفطور. علاش؟ لأن الإنسان كيقيد صايب، غاتجي مع 6 غاتعبر غاتلقى عندو دراهم غيفطر، تبارك الله كنعرفو الطبلة ديال المغاربة كيفاش دايرة، غادوز واحد الساعتين غيعبر غيلقى 3، شتي ديك من 1 ل3 صعيب، خطيرة صعيبة. كل نهار هو كيصوم كيدوز نهار مزيان، ولكن غير كيفطر كيطلعو السكر 3 ل3 ونص، 3 ل3 ونص بحالاش شنو كيكونو كيلعبو البوكس، كيكونو كيلعبو البوكس كيعطي ضريبة هنا ضريبة هنا ضريبة هنا ضريبة هنا، واحد الوقيته كيعطي واحد الضربة كبيرة، هاديك هي 3 غرام لي كتجمع، هاديك هي لي كطيح بنادم. دونك خاصني يكون عندي لاباري ديال السكر ونعبر السكر ديالي. علاش؟ اللي ما عندوش باش يدير تحليلة، الله تربح اليوم لاباري، كاين لي زافار تربحو كاع الزرا تربحو، حنا ما كرهناش كلشي نعطيو، ما كرهناش كلشي نعطيو لاباري. داكشي علاش خاص التكافل والتضامن، الناس اللي عندهم اللي مسهل عليهم ربي يقدروا يجيو ويقول لك انايا
انا هاد السيده هادي غنشري لها لاباري في سبيل الله مع بعضياتكم تضامنوا مع بعضياتكم يقدر واحد يجي ويقول العزيزه عافاك عاد منين يجي شي حد ما فحالوش وما عندوش الريشات باش يعمر عافاك انا نخلص له هاد الريشات نعطيهم ليه بلا ما يعرفني كاع شكون انا هذا هو الاجر ماشي بلا ماشي ولا بدا خاص التضامن والتكافل مع بعضياتنا لان كاين هاي السيده كتقول لكم واللي ما عندوش مسكين شنو يدير علاش كاين خطر على الصوم علاش شنو هما الاخطار اللي كاين على الصوم الا قال لك الانسان قال لك ما تصومش راه حيت كاين خطر عليك علاش حيت يقدر السكر يطلع عليك بزاف وانت صايم يقدر يطلع بزاف يقدر يطيح بزاف يقدر يوقع عليك الشفاف زيد بارك هاد التباعد الشاسع بالنسبه للسكر الدموي قبل وبعد الاكل وليت قلت لكم عليه دابا كيكون غرامتي من 3.5 مرة في الدور يقدر الانسان يطيح له السكر ويقدر يطلع عليه بزاف يقدر يطيح في غيبوبه يقدر مضاعفات كيتزاد كيكون الانسان عيني ما بغيوش يمشي خاصه عنده طارق بزاف والطبيب قال له ما تصومش ومشى صام يقدر العين يتقاسو بالصيام يقدر الكلاوي يتقاسو بالصيام علاش لان الكلاوي خصو من الماء اسيدي ما تاكلش اشرب علاش لان الكلاوي خصهم يخدمو صوروا معايا ديك الموتور اللي كيطلع الماء من البير الا ما لقاش الماء راه يتحرق هذاك الموتور الا ما لقاش الماء خصو شي حاجه يطلعها راه نفس الكلاوي خصهم يخدمو خاص الماء دونك الا قال لك الطبيب راه خطر عليك صوم خصك تصوم دونك الخطوره قلنا هو ان الانسان ممكن يوقع له مضاعفات من بغينا نديرو الوغ قلنا الفئات اللي ما خصهاش تصوم ولا صعيب على الصوم هما الصغار الشباب اللي عندهم الانسولين الناس اللي عندهم السكر ما متقادش ما متوازنش عندهم خزان طالع والناس اللي عندهم مضاعفات بحال قيوسين ديال العينين قيوسين ديال الكلافيون يمنعوا بتاتا صيام رمضان على مرضى اللي عندهم نسوان بتاتا ولكن ديما تنقول الله يرحم لكم الوالدين اللي كيدير الانسولين وقلت له صوم ومشى دور في راسو قال لا والو قلت له انا ما تصومش ومشى دور في راسو قال لا والو خصني نصوم غير يرجع عندي يقول لي حيت انا غنعرف شنو غندير معاه باش ما يديرش مش مشاكل غنقص له من الجرعات وغنقول له انت يدير هاد الجرعه وانت يدير هاد الجرعه غير باش ما يديرش لنا شي كوارث حيت كاين اللي كتقول له ما تصومش كيدير الانسولين وكيمشي كيصوم وكاين اللي كيجي عندك و تيقول لك انا بغيت نصوم عافاك شوف كيفاش دير لي واخا انا كندير الانسولين انا باغي نصوم انا ربي كيوافقني كيدير لي والو انا واخا انت كتقول لي ما تصومش انا غنصوم عافاك شنو ندير انا نقول له صافي ماشي مشكل مزيان لي صراحتي لي غنقص لك من الجرعه ديال السحور والجرعه ديال الفطور نخليوها والجرعه ديال السحور نقصوا لنا 30% وها شنو خصك دير خاصك تراقب 5 حتى 6 المرات السكر ديالك في النهار ماشي بحال تاع البسطيات ولا سوي خصو راه بزاف المرات هادو مش شروط كاين الناس اللي تيكون عندهم البسطيات واحد بقيتها كيخصهم يديروا الانسولين حتى هادوك ما خصهمش يصوموا حتى الا كانوا بغاو يصوموا خصهم يتشاوروا معاهم شكون الناس اللي خصهم يصوموا دابا هنايا نتوما غنشوفوا راسكم شكون اللي كيدير غير الريجيم والرياضة الريجيم والرياضة الريجيم والرياضة الريجيم والرياضة الريجيم والرياضة لا ما كيديرش الدواء كل ما كيديرش الدواء الناس اللي كدير غير الريجيم والرياضة يصوموا بالعكس راه دار مزيان لهم كاين لا الحملة الحملة لا شريطة ساعة نخصو على السكر على الأقل جوج مرات في النهار الناس اللي كيديروا باستيات غلط بوحدهم شكون بوحدهم لا خلي الانسولين اللي كيدير غلط بوحدهم غلط لا الانسولين شوف الناس اللي كدير باستيات غلط بوحدهم كيديروا معاهم لاقا ولا انسولين ممكن يصوم ممكن يصوموا ويخليو نفس الجرعه كياخذ جوج باستيات يخلي جوج باستيات كيدير باستيات يخلي باستيات شريطه يكون عنده الخزان مزيان
يكون ما عندوش مشاكل في العينين، يكون ما عندوش الكوليسترول طالع، ويعبر لنا السكر بالنهار. هذو هما الشروط. انا عطيتهم يصوموا ولكن بشروط. الناس اللي كدير باسيات راه طالعه، الناس اللي كيديروا باسيات راه طالعه، اللي كيديروا انزول بحال داك انزول اللي كنعطيكم ديال الجمعيه ولا ديابيكرون ولا امارين، الناس اللي كدير هاد الباسيات راه طالعه يقدر يصوم. شريطة عندنا خصو يجي عند الطبيب ديالو، علاش؟ لأن غنقسلو بالعدد، كان كيدير الربعة غيدير الثلاثة، كان كيدير الثلاثة غيدير الجوج، ولكن إلا كان كيدير معاه الباستيات غلط لا، دونك الناس اللي كدير غير الباستيات رقيقة بوحدة ممكن تصوم، شريطة عندنا نقص من الدوزاج ديال الباستيات، كنقصو بالثلث، الناس اللي كدير سير، الناس اللي كتجمعو بجوج. مرحبا الناس اللي كدير باسيت رقاق والغلاظ، رقاق والغلاظ تكون كثار لا انسولين، لا انسولين. شوف الناس اللي كيديروا باسيت رقاق والغلاظ حنا تنقولوهم من الاحسن ما يصوموش، من الاحسن عندهم العذر، ولكن اللي قرر بغا يصوم وسجى صام العام اللي فات وحس براسو مزيان يجي عندنا حنا نقول له شنو غير نقصوا له من الجرعات وغنعطيو الشروط اللي خصو يصوم بها. ماشي انا صافي ما درتش الخزان، ما شايفش عيني شنو فيها، ما درتش حتى حالة الكوليسترول، وفي الاخر جاي باغي نصوم. وشوف لي بعدا غير هادشي، شوف غير الخزان ديالك شحال بعدا، حتى الا كان عندك قل من 7 ولا قل من 8 نقدرو نعطيك تصوم. ديرنا تحاليل الكوليسترول، ما يكونش الكوليسترول طالع، ديرنا تحاليل التبويزه العيني ونشوفو شنو كاين، ممكن تناقشو. الناس اللي كتاخذ ربعه ديال الباستيات ديال السكر بالنهار ما خصهمش يصوم، ما عندوش كيدير هاد الصوم. كاين الناس اللي كيديروا واحد الباستيات غاليه كيديروا شي 500 درهم، جانوبيا بوحدها ممكن يصوم، جانوبيا مع دواء اخر لا، جانوبيا هذا كيدير غالي كيدير شي 500 درهم ممكن ياخذوا الانسان ويصوم. علاش؟ لان ما كيطيحش السكر بزاف، ولكن اللي عنده تجارب هي زاكيت باستي اخرى الصوم كيفطر زين. انا بصفه عامه اللي ما خصوش يصوم الناس اللي كيديروا الانسولين والناس اللي كيديروا الباستيات كثار ارقام وغلاظ شريطه سنه اللي كيصوم خاصو يعبر السكر زين. أنا عندنا السكر النوع الأول، النوع الأول عند لي جو 17 18 19 عام ما خصهمش يصوموا نهائيا. ألوغ عندنا الشرب، حتى لا شي واحد فيكم بغا يصوم الشرب شنو هي؟ السكر يكون قل، خزان قل من 7 ونص 8 ماشي مشكل. طونسيون يكون مزيان ما يكونش فيه 14. ما تكونش عندهم مضاعفات، يعني عيني مزيانين، كلاو مزيانين، كوليسترول ما طالعش، ما عندوش امراض اخرى، ماشي فيه السكر والكبده مريضه والمعده مريضه ويصوم، وتكون عنده درجه الوعي، يعرف يعبر ويعبر بلا بلا، ماشي واحد ما كيفهم والو كاع يقول باغي يصوم، لا خصو يكون عارف، يعرف الارقام، يعرف يعبر، سجلتو الناس اللي باغي دير المحل الغوميه. ان شاء الله من بعد غنديروا دروس ديال المحكمه القوميه باش الناس اللي ما كتعرفش عاد الارقام تعرف ونوريهم كيفاش يعبروا حتى السكر ديالهم. امتى خصني نوقف على هذا الصيام؟ دابا انت قال لك ممكن تصوم شريطه تاع انك تعبر لي السكر بالنهار، ولكن امتى توقف على الصيام؟ الوقيته اللي حسيتي بالدوخه باغي طوب جاك شي حرق في صدرك ولا حرق في الكرش ديالك ولا جاك التقيؤ ولا الاسهال، انا ما خصكش تكمل الصيام خصك تفطر. انا هنا علامات ديال السكر طاح ولا علامات ديال السكر طلع بزاف، دونك خصني توقف على شتي جعلته تجيني الدوخه في 27 دقائق قسم المكانه ويفطر ويأذن نصوم فطر. انا كيشكل خطر عليا ان السكر يطيح بزاف، والخطأ الكبير
كيف كيديروا الناس السكر وانا ملي كتوصل الساعه العشيه تيقولوا باقا واحد الساعه غنمشي نضرب واحد العيصه واحد الغميضه تتبع بين ما تنفس اكبر خطر اكبر خطر لان ديك الساعه مستويات السكر كتكون نازله 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 ممكن الانسان يمشي تكا ما ينوضش ممكن ما يفيقش لان السكر ممكن ينزل بزاف على الكيلو وكذا اللي فيها خطر يقدر يحفز السكر بزاف وتحت الانسان تغيبوه دونك خاصني نبقى واقف بالنهار ممكن نرتاح ممكن نغمض ممكن ولكن ملي تقرب المغرب صعيب خاصني نصبر الو حتى الا قررتي انك تصوم خاصك تاخر وجبه السحور ما تصحاش غير وحده نقول هذا هو السحور خاصني نتسحر واحد الساعه قبل ما ياذن الفجر خاصني نشرب الماء بزاف ما بين الفطور والسحور خاصني نشرب الماء بزاف ما ننساش الماء خاصني ما نتحركش بزاف انا صايمه وفيا السكر ما نمشيش للمارشي نتقدى لا انا صايمه ماشي بنتي شي واحد يتقدى ما خصنيش ندير مجهول انا ديجا فيا السكر وغنصوم نجلس في داري نرتاح نهبط الريد هو هاد الشعه ما كاينش ونرتاح مع راسي ما نديرش المجهول هادي الا كنتي غتصوم فهمت الو فهمت انا شنو خصنا نصوم شنو خصنا نفطر نفطر ديما نفطر خصنا نبداو بشي حاجه سائله عاد ندوزو لشي حاجه صلبه نبداو بشي حاجه بلا بلا ثلاثة ديال التمرات ماشي مشكل إلا عطاك التبرسون غنحل الصيام ديالي ثلاثة التمرات مع كاس الماء ماشي مشكل يعني البارد عاد نبدا بالسخون والسابع عاد الصلب كاين ناس اللي تيكونوا في الكمين إلا ما قدرش يقطع تنقولوا لك قطعوا الدارو حتى أنا ما قدرش يقطع ماشي غير يبدل بدل المغرب مش على الدارو وعلى الأقل بعدا عطاك الربو التمر الماء حريرة وارتاح البنيه الله يعفو عليه اذا كان غير كبير راه يكفي غير هو نقولوا له ماشي غير قدر وتكفي بلاتي دونك من مورا كناخذوا يا اما السلافه ديال الحسوه كتقول لها انتم الشيشه ولا ديال الخضره ولا السلافه الحريره غير الحريره ما تكونش ثقيله ما تكونش مدوره بالطحين بزاف وما يكونش فيها هذاك الحماص والعكاز بزاف كثير تكون خفيفه نص السلافه حتى السلافه ماشي مشكل ما تكونش السلافه الخبز ديال سبع ناخذ الخبز ديال الزرع كيف قلنا واحد البيضه مسلوقه ماشي كل نهار نهاريه نهار لا مثلا وقرابه اتاي بلا سكر بيان سور الوغ التمر ما تاخذوش المعسل التمر ناشفي وغير من بعد راه من خرج رمضان ما تاخذوش راه التمر كيطلع السكر معروف كيطلع السكر التمر دونك غير رمضان حيت غتقيل النهار كامل وانت صايم وكاش اللي خصك تفطر خصك شي حاجه اللي تطلع لك السكر ديك الدغيريه كتكون محتاج الانسان بين جوج كاسات التمر سير حنينه هضرنا عليها سير فوالا هذا راه ممكن ناخذ واحد الملويه ديال الزرع ولا بغينا ديال الزرع غير ندير فيها سله زبده راه هو العشاء خصو يكون ثلاثه اربعه السوايع من المر الفطور تكون عندكم يوميا تفصيل ديال الخضره هو الاول في العشاء خيار خس مطيشه بصله لوبيا خضره قوق بصله وغالبا الخضر نعصر عليهم شي شويه الحامض ولا زويته بلديه ها انا خديت تفصيل ديال شلاضه الخضر ماشي شي السكر وما فيهش الكالوريات اللي غادي يخلطوا ها هو تفصيل مخيب مثالي ندوز ناخذ يا اما الحوت يا اما الدجاج واحد الفروته قلنا كبيره لنا ممكن ناخذ الفروته ما نساوش الماء كنساو الماء كنساو في رمضان الماء والدواء ديالي عندي الدواء في العشاء ناخذو ما نساش ونذكركم البص الناس اللي كتستعمل البص ديال الرقاق ونقرروا مع الطبيب ديالهم انهم يصوموا ياخذوهم في الفطور ما ياخذوهمش في السحور الى جاب الله ونساوهم في الفطور ما ياخذوهمش كاع حتى احسن من ياخذوهم في السحور وتحلو بالسكر مع ديك 10 11 يقدر يطيحهم في غيبوبه
حر في السطور ماشي مشكل بقى اللي صعب كيف هذا الصحو كيف خصنا ناخروا واحد الساعه قبل ما يقدم باش تبقاو شاديين شويه هذاك نطبخوا كلاصون خفيفه ناخذ حليب كاس الحليب ديال الشقه ديالو فرماج وخبيز وكاس دسيك قهوه ولا عندي شي دواء خصوصا ديال الطونسيون ديال الطونسيون ما تاخذوش في الفطور خذوه في الفجر تاع سحروا سالي وخذوا الدواء ديال الطونسيون هذه نصائح عامة كنختم عند الأستاذ ديال الكلمة خاصني في رمضان نعس نوم كافي من 6 حتى 8 في السوايع كنا كنعرفو في رمضان كنبقاو سهرانين الناس 4-5 السوايع وتنوض بقلوب والنهار كامل ونتايا كتفوه ما تقدر دير والو فخاصني ناخد الوقت الكافي ديال 6 على الأقل 6 حتى 8 في السوايع الرياضة ما ديروهاش قبل الفطور خاطر كبير الناس كتمشي دير الرياضة قبل الفطور الرياضة ما بين الفطور والعشاء 30 السوايع من مور الفطور عاد تمشي دير الرياضة تاع تجي من التراويح والتراويح راه هي رياضة 30 الوجبات ها لا باش تنعس بالنهار تنعس علاش ماشي مشكل ما تنعسش غير قبل يقرب المغرب هذيك اللي صعيبة رمضان كنعرفو الطبلة المغربية كيفاش دايرة دونك خاصني نخبط يديا شوية على الصفوف ما تاكلهمش نهائيا الطحين والسكر شباكية نهائية شفت لكم التمر ماشي مشكل ياك التمر ماشي مشكل ولكن الشباكية والصفوف الكارثة خصوصا الناس اللي عندها الوزن راه كنزيد الوزن الشباكية راه غير الطحين زاد زايد السكر مقليين في الزيت كاينة شي حاجة صحية استهلاك الخضر يوميا يوميا الخضر الماء ما نساوش احترام اوقات تناول الادويه خصني نعقل على الدواء اللي انت ناخذه هذا في الفطور هذا في العشاء وهذا في السحور المراقبه ديال الوزن ديالي لان الناس بزاف كتزيد الوزن في رمضان السكر ما نساش الطونسيون اللي بغا يراقب الطونسيون ولا اللي بغا يراقب السكر لا تبقى كبيره على الجمعيه حسب كاين عندنا حتى لي زاباري ديال الطونسيون لي زاباري ديال الطونسيون هما اللي كياخذوهم مزيانين هانتوما غاليينش كاين 400 درهم ارخص طونسيون ما تمكن كاين 800 درهم الفوق هادو جابو مجمعية كاين 400 درهم ارخص واللي بغا التحاليل ديال السكر ارخص عاوتاني ابارير ما يمكنش تلقاو شي ثمن بحال هادو من غير الجمعية دونك خاصني نراقب هادو ونراقب شنو اللي كيكتب في الاحمر دهنيات 4 ديال الدهنيات ماشي غير الكوليسترول 4 كوليسترول العام كوليسترول النافع كوليسترول الضار تريكليسيريد مع ديال الدوري خصني نراقبهم في رمضان واخا في الحساب انا قربت سالم قال لي والو تجنب الضغوط النفسيه ما نبقاوش نتعصبوا ولكن طمنوا كي تيقولوا ما نبقاوش نطمنوا ونحافظوا على الابتسامه توجه تبسم في وجه اخيك صدقه دونك خاصني نحافظ على الابتسامه ما نبقاوش نتقلقوا ما نبقاوش نتعصبوا هضرنا على الشباكية دونك كارثة مخصهاش تخبر اللي بغا المقادير نعطيهم لي راه كنعرف نديرهم الصفوف تما اللي بغا المقادير هادو كارثة هادو بالنسبة لرمضان كارثة شي الزبدة باش تصيب شي الطحين البيض والزبدة كلشي كيطلع السكر زيد البريوات كارثة مخليين في الزيت ما ناخدوهمش العسل دويت عليه واخا يكون حر ممنوع فوالا ثلاثة الحوايج منع فيهم السكر ثلاثة الحوايج العسل السكر تريكليسيريد اللي كان طارئ ممنوع عليهم الناس اللي عندهم تريكليسيريد ياخذوا العسل واخا حر والناس اللي عندهم حجر في الكلاو ديالهم من هذا النوع ديال المصابين ما خصهمش ياخذوا العسل واخا يكون حر ثلاثة الأمراض منع فيهم هذا العسل العسل الحر والسكر الحر مثلا هذه لا تسال إذا تلقى ضغط بنسبة 20 كنا كنديرو كسكسو هذاك النهار ما نديروش الحريرة ماشي الحريرة وكسكسو ما جاتش هذاك النهار نديرو صوت باب خضراء والكسكسو إذا كان أحسن نديرو الزراعي واخا وما ناكلوش التفاية ما ناكلوش الحمص ناكلو خضرة كاملة واحد 6 حتى 8 معلقات ديال الكسكسو ماشي I don't know.
الثانيه خاتمه نرجعوا باش بدينا المرض ديال السكري راه مرض خطير الى تم الاهمال ديالو كيعطي مضاعفات ولكن الى مشينا رقبنا راه كنعيشوا حياه عاديه بحالنا بحال اي بنادم اخر ممكن ندور رياضه ممكن نمارس حياتنا الطبيعيه العاديه وكلشي رمضان اتباع الحميه ضروري يعني حتى الانسان ترى قال لك ممكن تصوم خاصو يدير شنو ما يكونش اي حاجه لان خاصنا نستافدوا من هذا الشهر الكريم هو شركه